أسلوب حياة الرجل سيجما، تحد وتطوير. يشهد عالمنا المعاصر تغييرات سريعة في مفهوم الرجولة وأدوار الرجال في المجتمع، وفي هذا السياق يظهر مفهوم الرجل سيجما كنمط جديد من أنماط الحياة الذكورية. يتميز هذا الأسلوب بالتوازن بين القوة والحساسية، ويهدف إلى تطوير الذات والتحدي، بما يسمح للرجل بالازدهار في مختلف جوانب حياته. الفهم الأساسي للرجل سيجما: يمتاز الرجل سيجما بتبنيه لأسلوب حياة يرتكز على عدة قيم أساسية. 1- القوة الداخلية. يسعى الرجل سيجما لتطوير قوته الداخلية من خلال فهم عميق لنفسه ومحاولة تحقيق توازن بين العواطف والعقل. يعتمد على قوته الداخلية لمواجهة التحديات والصعاب. 2- الاستقلالية. يعتبر الرجل سيجما الاستقلالية والاعتماد على ذاته من مبادئه الأساسية، فهو يسعى لتحقيق أهدافه الشخصية والمهنية بنفسه، مما يمنحه شعوراً بالإنجاز والثقة. 3- التطوير المستمر. يؤمن الرجل سيجما بأهمية التطور المستمر في حياته، يسعى لاكتساب مهارات جديدة وتطوير قدراته في مختلف المجالات، مما يمنحه رؤية واضحة لمستقبله. 4- العلاقات الإيجابية. يهتم الرجل سيجما ببناء علاقات إيجابية وصحية مع الآخرين، يتفهم أهمية التواصل الفعال والتعاون، ويعمل على تعزيز العلاقات الاجتماعية في حياته. تحقيق التوازن. يعيش الرجل سيجما في توازن بين الجوانب المختلفة في حياته. 1- العمل والمهنة. يعمل الرجل سيجما بجدية واجتهاد في مجاله المهني، حيث يسعى لتحقيق النجاح والتميز. يقوم بتطوير مهاراته والعمل بذكاء لتحقيق أهدافه المهنية. 2- الصحة واللياقة. يهتم الرجل سيجما بصحته الجسدية والنفسية، ويولي اهتماماً خاصاً للحفاظ على لياقته البدنية من خلال ممارسة الرياضة والتغذية المتوازنة. 3- العلاقات الشخصية. يخصص الرجل سيجما وقتاً لبناء علاقاته العائلية والاجتماعية، يسعى لتقديم الدعم والاهتمام لأفراد عائلته وأصدقائه، مما يعزز من روابطهم ويثري حياته الاجتماعية. 4- التطوير الشخصي. يسعى الرجل سيجما للنمو والتطوير الشخصي من خلال قراءة الكتب، حضور ورش العمل، واكتساب مهارات جديدة. يسعى لأن يكون نسخة محسنة من نفسه باستمرار. إن أسلوب حياة الرجل سيجما يمثل تطوراً في فهمنا للرجولة، حيث يجمع بين القوة والحساسية، وبين التفاني في العمل وتطوير الذات. يهدف إلى تحقيق توازن مثمر في مختلف جوانب الحياة، ويعزز من فهم الذات وتطورها. إنه دليل على التغيير الإيجابي الذي يشهده مفهوم الرجولة في عالمنا المعاصر.